معنا الحلقة الثامنة من مسلسل بابا المجال. تبدأ الحلقة على زهيرة وهي بتصلي، ودخل عليها زكريا الديب بالسلاح وقاعد يعمل السلاح. راحت هي فطة من على سجادة الصلاة وقال لها: لأجل عيون زكريا لما شفت راجل عفيت عنك خلاص. أنا كنت حالف لو أول ما أشوفك يا زهيرة إن أنا أقتلك، بس عشان خاطر عيون زكريا خلاص، عشان خليته له راجل وقد الدنيا طول بعرض. قالت له: خلاص يا زكريا تعالى. راح قعد قال لها: خلاص انا هعمل لك العمليه وهعمل لك وهعمل لك بدل العمر حج. قالت له: احج بيت الله بفلوس حرام، واروح بيت الله حرام في حرام. انا مش عايزه كده، انا عايزه فلوسي انا احج بيها تبقى حلال، مش عايزه فلوس حرام في اي حاجه. قالت له: بقول لك ايه، ما تيجي نبدا صفحه جديده وناخد زكريا زين ونبعد عن هنا يا زكريا. قال لها: ليه لسه ليا في قلبك معزه؟ انا قلت له: انا قلبي اختارك قبل اي حاجه يا زكريا، ورغم ان ابويا قال لي عليك كل حاجه، بس انا قلت له: لا يابا، انا بحب زكريا وهاخد زكريا وخدتك فعلا. قال لها: ايه انت شايفه نفسك؟ قالت له: كبرنا بقى يا زكريا خلاص. قال لها: شايفه نفسك بقيت ضفاير ولا ايه يا زهيره؟ قالت له: لا انا عارفه ان انا كبرت، بس بقول لك اهو، يلا يلا بس ناخد الواد ونمشي من هنا، عشان الدياب الكبار مش هيسيبوا، عشان اللي انت عملته كله ده هيبقى بتاعهم. انت عايز تديه زكريا؟ قال لها: بقول لك انا ابني هيبقى كل حاجه ان شاء الله بعدي، وهو سندي، انا خلاص عايش ايام قليله يا زهيره. قالت له: ما انا بقول لك اهو، خلاص عليه من العوض وعليه العوض من العوض. بقت قاعدة عمال تقول عليه العوض من العوض. دلوقتي حظه وحبيبة وعزوز قاعدين عمال يقول لها: خلاص يا ام حرام عليكي ده ابني. قالت له: ابني كل ده يعمله، انا كده انا مش فارق معايا، بقيت انت الكبير هبقى انا مرات الابن ام الكبير، بقيت انت مفيش اي حاجة، هجوزه مها بنتي ويبقى هو ياخد الجمل بما حمل جين. قال له: يعني؟ قالت لها: يعني يوم ما قالت له: ما انا بقول لك اهو، اهم حاجه ان انا يبقى معايا، خدي ازازه مراسي. قالت لها: ما تعملوا له عمل يا عمتي. قالت لها: قالت لها: انت احسن من العمل والسحر، وروحي هاتي ازازه مراسي. قالت لها: مراسي؟ قالت لها: ازازه مراسي دي مش لما تعمل اي حاجه غير اما تخلص وتجيب من الاخر، ولا بتبين اي حاجه. قال لها: قولي يا بوب، قول يلا. راحت مشيت فعلا، قالت له: يا عزوز. وراحت مشيت قال لها: روحي بيتي عند مراسي، مالكيش مكان عندي النهارده، يا مكان يسعني يا دوبك انا وابني يا حبيبتي، يلا روحي امشي من هنا. راحت قالت لها: انا فعلت لديك خلاص. قالت لها: خالك اللي كنت مخلصه ده اكتر من ابوك وامك، خلاص ياما، خلاص شركه اللي خلاص قفلت، خلاص ياما، اللهم لا شماته، بس انا شمتنا فيك مها. بعد كده كل الغلط بيسجل يوم، بس الحساب بيتقدم بعد العيد، ما يفتحش كحك يا روح امك، كلها يومين، ويجي الواد ويقش، وانت بقى بدها لهيلة عيد دي. ودلوقتي مها قالت لها: خلي كرم يمه. قالت له: هات سيجاره. وقال لها: هات حقنه برشامتين. قالت له: فك جيبك يا خال، الحقنتين والبرشامتين دي مش هتلحق تاخدهم، اما انت عايز تعمل كل حاجة ببلاش يا خال، حرام عليك. قالت له: ما تاخدش غير كليته بالمرة يا كرم. قالت له: لا خلاص. ودلوقتي فرج الحافة طالع هو وناهية وبشاير يعملوا يودوهم زين. قال لها: انت تتعزموا على بعض، ايه فيلم الذئاب الجبل اللي انت تعملوا ده؟ قالت لها: قلبه محروق يما، وعايز اعمل كل حاجة. نايم واسكت يا ناهية، انا ذبحت من ايامي، انت لسه الدنيا قدامك يا بنتي، ابوس يدك يما همالينا. قال لها: ايش ذئاب الجبل اللي انتوا عاملينه ده؟ خدت من ناهيه خدت من امها السكينه عشان تروح تخلص على زكريا، هي على زين. ودي راحت قالت له، دخلت عمال تقول: سامحني يا اخو، ايديا مش شايداني. بعد ما قالت لها الحكومه، قالت له: مش انت لسه داخل؟ قالت له: في موعد حقنه تاني بعد 3 ساعات. وقال لها: انت بتعملي ايه يا مجنونه؟ هات السلاح ده. راح صحي من النوم على صوتها هو زين وهو في المستشفى، وبيقول لها:
هاتي يا مجنون اللي انت معاك كده. قالت له ايه ابن الديب بيعمل علي انا ويخلص مش خايل عليك؟ قال لها الديب ايه وفي ايه؟ قال لها انت مين اصلا وانت جايه هنا ليه وعايزه مني ايه؟ انا ما اعرفكيش يا ست، انت بتعملي ايه يا مجنونه؟ حلو، طالما امك عايشه خد السكينه دي وروح لامك. يلا وروح روحي يا امي، يلا امشي من هنا. بتركمني بجمال ابن زكريا ومنته في العيش والملح يا دي، العيش روسون الملح يا دي. ما قدراش يا امه، ما قدراش يا امه، ما قدراش لما انت ما قدراش، ما قدراش اعمل انا يا مرارك يا امه. لما تعرفي خيبت بنتك الحيله، قطعت العهد بتاع اخويا واخرتها مش جاد، بتترعش قدام الجاتل. يا مرك يا ناهيه، يا مرك يا بشايه، يا نهارك اسود عورت نفسك. ودلوقتي فرج قاعد مع بشاير وبيقول لها انا باخد ان شاء الله ناهيه وهربيها وامشي من هنا. وبعد كده هي ناهيه قالت له الديب الكبير زرع لك شر هتحصل، وما خرب بيوت كتيره وبارك سوره كله وعمل كل حاجه هو بتعمل. ومارسه راحت له قالت له ازازه البتاع وانا بحضر لك السحور ما لقيتهاش، ما شفتهاش، انا فاكرها في العربيه، تعال نشوف انا وانت في العربيه. قال لها لا ما فيش اي حاجه يا مارسي. قالت له هات البس المداس بتاعك يا معلم فرج. قال لها دي زي الجيلي، يوم اقول لها تعالي هنا تيجي، ما تروح هنا تيجي. قالت له يلا يا فرج. قال لها حاضر حاضر يا هتيجي ورايا؟ هتيجي ورايا؟ انا بعمل ولا انا هاجي وراك على المدافن؟ بعد ما زكريا يعرف كل حاجه اللي انت بعته بنت ابنه بشار وتقتله بايديك. يلا راح مشي معاها. ودلوقتي بشار وراك يا معبود الجماهير، وراح مشي وراها. ودلوقتي ناهيه وامها بشير قالت لها ما قتلتوش، ده مش دم زين ياما، ده دي ميانه جرحت بالسكين. قالت لها انا مش عارفه في ايه في عينيكي يا ناهيه يا جر، هي هوش ولا عارفه. قالت لها ليه ياما؟ ودلوقتي عماله تبكي وتعيط. الراجل قال لها، قالت له قلبي وجعني على ابني يا ابني عشان ما شفتوش من زمان. قال لها يا ست تعالي في ميعاد الزياره. ودلوقتي رجب الحيف وشراره راح له قال له على زين عشان يروح له بعد ما قال له عزوز، وهي بتصغر تفتكر بنت ضربته. وبعد كده عطى له الفلوس قال له دول كام؟ قال له طب كفايه عليك دول وخد دول. بعد كده رجب الحيفا رايح هناك. ودلوقتي كمان موسى بتلبس الذهب، وزكريا خدت بيقول لها البيت بيتك، ايوه كده عايزك تتعاملي بقلبك. قالت له انا لبست لبس حبيبه. وزي البيت بتقول لها، يقول لها ده البنت دي ده واحده ست على لبسه لبس عيال صغيره، مش معقول.